هاني رمزي، احنا كنا نشوفك في السينما وفي التلفزيون، كنت بالنسبه لنا حلم، واليوم لكن على ارض الواقع مع موسم الرياض وغيرها من الفعاليات في السعوديه شفناك واقع قريب منا واحنا السعوديين بالتحديد، وانا سعيده على الصعيد الشخصي اني اتقابل معك. نبغى اليوم نتكلم عن التظاهرات الفنيه بالنسبه للسعوديه والاعمال السعوديه، وكيف شايفها؟ أنا الحقيقة شايف السعودية بصفة عامة التغيير فيها عظيم جدا جدا، وبيحصل فيها طفرات سريعة بشكل غير عادي. يعني احنا كلنا واقفين بنبص للسعودية كده، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني عارفة موسم الرياض واللي حصل في موسم الرياض والبوليفارد اللي احنا فيه دلوقتي ده إعجاز يعني وإنجاز عظيم، يعني اتعمل مش لشعب السعودية بس، أنا بقول إن كل اللي بيحصل ده له مردود كمان على العالم العربي كله. احنا كفنانين مصريين جينا شاركنا في موسم الرياض بمسرحيات ونجحت نجاح كبير، وأنا يعني الشهر اللي فات كنت هنا في بمسرحية أبو العربي ونجحت نجاح كبير جدا، وكنا مبسوطين جدا بالجمهور هنا وقد ايه جمهور محب بجد، وكان نفسي التقي بيه وجها لوجه بقى وارسم ابتسام على وشه، والحمد لله الحمد لله اللي حصل ده بالنسبه لنا فرحنا كتير جدا. تكريم عدد من الفنانين على صعيد الرياضه والفن والسينما وغيرها، كيف تشوف مثل هذه الامور؟ بسم الله، طبعا ما في شك انا سعيد جدا انه حدث زي هذا موجود عندنا هنا. فنانين ابدعوا في سنين طويله، فلما يتكرموا هذه تعطيهم سعاده اكثر ويعطيهم ايضا اندفاع الى الاحسن في المستقبل. بالعكس انا اول مره احضر مناسبه زي هذه، انا بحد ذاتي مبهور.